إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الشامل في الهندسة الفضائية الذي يحتوي على أكثر من 20 سؤال، يعني أكثر من 20 سؤال. نعم، قال: نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEGK النقط A و B و C و D. السؤال الأول قال: بين أن النقط A B C تعين مستوي. هو سؤال دائما يأتي بصيغتين: بين أن النقط A B C تعين مستوي، أو بين أن النقط A B C ليست في استقامية. يعني هما سؤالان لهما نفس المعنى، يعني ليست في استقامية. لحل هذا السؤال دائما نركز على شيء، على الارتباط الخطي، أن يكون هذا يكون الشعاع AB، ها هو الشعاع AB قمنا بحسابه، والشعاع AC قمت بحسابه، لأن تعرفون كيفية الحساب اللي هو AB يساوي النهاية ناقص البداية اللي هي إحداثيات مركبات الB، هكذا ناقص الإحداثيات الA، هنا عندكم زائد، تصبح لكم 1 2 4، ها هو أمامكم، ونفس الطريقة بالنسبة إلى AC. لاحظ إلا أنه وجدنا هذه، سنجعل هذه النسبية فقط، نجعل مثلا هذه هنا نتابع جيد، سأقوم بعملية شرح. إذا عندنا نجعل هكذا فقط، يكفينا 2، نأخذ هذا وهذا مثلا 1 2، وهنا نأخذ 2 و 1. نلاحظ أن هذه النسبية غير متساوية. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن A B لا يساوي K في AC. إذن A B لا يساوي K في AC، يعني لا يوجد ثابت بينهما. هنا K في AC. بما أن الشعاعين غير مرتبطان خطيا، فإن النقط تعين مستوي. فإن النقط تعين مستوي. ومنه A B C تعين ماذا؟ تعين مستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي بعده قال: عين شعاعا ناظميا للمستوي A B C. لاحظوا، لو نقوم برسم مثلا هذا المستوي، نقوم برسم مستوي هكذا حيث فيه 3 نقاط مثلا A و B و C، عليكم بالشعاع الناظمي يجب أن يكون هكذا ناظميا على هذا المستوي، حيث ماذا نقول؟ نقول هكذا أنه يكون عمودي على ماذا؟ على الـ AB، عمودي عليه، وعمودي على ماذا؟ على الـ AC. يعني A B سلمي N يساوي 0 و شرط، كلمة و هنا يعني و، وماذا؟ و A C سلمي N يساوي 0، يعني يكون ناظمي مع الأول وناظمي مع الثاني. لا يمكن أن يكون ناظمي مع واحد ونقول أنه شعاع ناظمي، لا، يجب علي أن يكون ناظمي على الشعاعين AB و AC. حيث مركبات الآن، مركبات قلت الآن هي A و B و C، والمطلوب هنا إيجاد الـ A والـ B والـ C. ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا، يصبح قلنا N سلمي AB يساوي 0 و N سلمي AC يساوي 0. ماذا يعطينا؟ ها هي المركبات، ننتبه جيدا، قلت ها هي مركبات، لاحظوا، ها هي مركبات AB في N، يعني تعطي لكم هكذا، تعطي لكم A B C سلمي ماذا؟ 1 2 4 يساوي 0. يصبح هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا 0. ها هي العلاقة الأولى. نفس الطريقة بالنسبة إلى هذه الجهة، يعني هذه نضربها في A و B و C، نجعلها تساوي كم؟ 0. نتحصل على المعادلة الثانية التي تلاحظونها هنا. الآن كي نتخلص من أو لإيجاد الـ A والـ B والـ C، علينا بماذا؟ بتثبيت C.
نعطي قيمة للسي. لاحظوا سأقوم هنا بالحل أمامكم، بالرغم هو ها هو الحل ها هو، لكن يعني نتعلم كيفية إيجاد الـ A والـ B والـ C. لاحظوا جيدا فقط، يصبح ماذا؟ قلنا وجدنا A زائد 2B زائد 4C يساوي الصفر، و2A زائد B ناقص C يساوي الصفر، بوضع ماذا؟ بوضع C لا تعطوه صفر. احذروا، أعطيه 1، 2، 3، لكن صفر لا. لو أعطيتهم قيمة صفر فكلهم يذهبون إلى الصفر. إذا أعطي له 1، ماذا يصبح لديكم؟ هيا عوضوا، تصبح A زائد 2B زائد ماذا؟ الـ A الـ C أعطينا 1، تصبح زائد 4 يساوي الصفر. وماذا؟ و2A زائد B ناقص 1 يساوي الصفر. لماذا؟ لأني قمت تعويض الـ C هنا وكذلك هنا. الآن لإيجاد مثلا الـ A، مثلا لإيجاد A، ما رأيكم أن أضرب هذه أو إيجاد B لأتخلص من مثلا من الـ A؟ نضرب هذه المعادلة في ماذا؟ نضربها في ناقص 2. في ناقص 2 ماذا تصبح لكم؟ تصبح لكم ناقص 2A ناقص 4B ناقص 8 يساوي الصفر. ونترك هذه كما هي، 2A زائد B ناقص 1 يساوي الصفر. بالجمع ماذا يحدث؟ هذا يذهبان، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 5، ماذا؟ 5B ناقص 9 يساوي الصفر. ومنه ب كم يحدث لنا؟ يعطي لنا 9 على 5. هذا أولا، 9 على 5. كذلك قلت نعم، 4C عوضنا بالواحد، هكذا هكذا هكذا. نعم ب أعطت لنا 9 على ماذا؟ على 5. ولكن يعني بعد ما نكمل العمل، لاحظوا معي سنكمل الحساب، تابعوا جيدا. بعدها سنتحصل على كذلك على الـ A، ثم يحدث لنا أن نجده عبارة عن كسر كسور، نقوم بضرب عدد فتختزل كل الكسور، يعني على 5 على 5 على 5 يبقى لكم هذا هو الشعاع النظيمي بكل بساطة، لأنه تجدون هذه ثم يخرج لكم عبارة عن كسر. لكي تتخلصوا من الكسر أضربوا في قيمة سيحدث مباشرة، هذا هو شعاع النظيم بكل بساطة. نأتي إلى استنتاج معادلة ديكارتية للمستوي ABC. كما تعلمون أن أي مستوي يعين بنقطة وشعاع نظيمي. نأخذ أي نقطة كانت، مثلا نأخذ نقطة A، نقول A M سلم ماذا؟ سلم الشعاع النظيمي يساوي كم؟ الصفر. بكل بساطة، أو نأخذ هذه الطريقة التي أجعل هنا أشعة الناظمية هنا زائد دي، ثم نعوض بالقيمة A كما تلاحظون هنا في المعادلة، يظهر لكم هذه هي معادلة ABC. أو اتخذوا هذه كذلك، X ناقص XA و Y ناقص YA و Z ناقص ZA في مركبات شعاع الناظمي التي هي 2 وناقص 3 و 1 يساوي صفر، اجعلوها بالجداء السلمي تساوي صفر، ستجدنا كذلك هذه معادلة المستوي بكل بساطة. نتطرق إلى السؤال الذي جاء بعده، حيث يقول، ننتبه جيدا، قال استنتج معادلة، انتهى، أثبت أن المثلث ABC قائم. لم يقل استنتج، قال أثبت. لاحظوا للإثبات، يعني هنا اتخذنا هذه الطريقة، وجدنا حساب AB و AC يعني بالمركبات، وجعلنا الجداء السلمي وجدناه صفر. ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول، يعني أنا أشرح هنا، يمكن أن نقول المثلث أنه قائم في ماذا؟ في النقطة المشتركة، في قائم في ماذا؟ في A، قائم في A. أو بطريقة ماذا؟ بطريقة الأطوال، نقوم بحساب الطول AB والطول AC والطول BC، ونلاحظ لأن هنا أثبت أن المثلث قائم، لم يقل قائم في A ولم يقل قائم في B ولم يقل قائم في C. إذن هنا علينا مثلا أن نحسب الأطوال AB وAC وBC، ثم نقوم بنظرية العكسية لنظرية فيثاغورس
فنجد أنه قائم، لأن في هذه الحالة لا ليس دائما نتوصل إليها، لأن هنا قمنا بماذا؟ بأنه قمنا عرفنا وكأنما أنه قائم في آ. لو قيل هنا قائم في آ نفعل بهذه الطريقة، لما يقول أثبت أن المثلث قائم فقط ولم يذكر أي نقطة، ما عليكم إلا حساب الأطوال، ونطبق النظرية العكسية لفيثاغورس. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال أحسب مساحة المثلث ABC. تعلمون أن مساحة المثلث هي ها هو المثلث قائم في A B و C، تساوي مساحة ماذا؟ مساحة A تساوي القاعدة، القاعدة في ماذا؟ في الارتفاع على ماذا؟ على 2. الطول AB ها هو قمنا بحسابه، فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية مربع والترتيب وكذا، كذلك هنا تعرفون ذلك، طول على 2 تحصلنا على هذه النتيجة. قاعدة الأطوال تعرفون كيف تحسبون الأطوال اللي هي AB هكذا يساوينا الجذر، جذر ماذا؟ XB ناقص XA مربع زائد Y كذا إلى حتى لا زاد، حتى إذا زاد سنتيمتر مربع إذا ذكرت الوحدة. الآن بعد النقطة، الآن نأتي لهذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي، بعد النقطة عن المستوي ماذا يقول القانون؟ انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال، بعد النقطة عن المستوي. إذا دي هي المسافة، دي للنقطة دي وماذا؟ والمستوي A B C تساوي ماذا؟ لاحظوا تساوي هكذا، عفوا تساوي هكذا وهكذا وهكذا. هنا ماذا نفعل؟ هنا الأشعة نجعل الشعاع الناظمي للمستوي مربع، نربع مركبات. ولو تلاحظون هو هذه هي مركبات، مركبات N نربعها يعني هكذا، وهنا ماذا نكتب؟ نكتب ماذا؟ إحداثية النقطة D في ماذا؟ إحداثية النقطة D في تركيبة N يعني هكذا، يعني هذه 2 في XD اللي هو ناقص 4، وهنا كذلك هذه في YD التي هي 2، وهذه ها هي النقطة D، ها هي النقطة D أنا أشير إليها هكذا، زائد ماذا؟ زائد D. D هو ماذا؟ D كما تلاحظون هو الزائد في المستوي، يعني معادلة المستوي دي ها هي، لو نرجع إليها ها هي أمامكم، ها هو الدي هو ناقص 1. ونكمل حتى توصلنا أن البعد هذا هو جذر 14. الآن حساب حجم رباعي الوجوه، لاحظ رباعي الوجوه الذي هو يشبه هنا الهرم، مساحة ماذا تساوي قاعدة؟ ما يقول القانون، قانون كلكم ربما تحفظونه، هو مساحة القاعدة في الارتفاع في ثلث، لماذا؟ في ثلث، يعني V يساوي لنا 1/3 في S مساحة القاعدة في الارتفاع. لو تلاحظون إلى الشكل، أنا هنا قمت بالشكل هكذا، ها هي القاعدة، مساحة ماذا؟ مساحة المثلث. إذن هنا هذه مساحة المثلث التي هي ها هي محسوبة أمامكم في ماذا؟ في البعد، هو ماذا؟ هو من هنا هكذا ولكن عموديا على هذا. ما هو المستوي هذا؟ هو المستوي ABC. البعد هو ماذا؟ ها هو البعد أمامكم، إذن هذا هو البعد في 1/3. المساحة عندكم جذر 14، والبعد هو جذر 14 على ثلث، جذر 14 في جذر 14 لكم 14، في 3/2 هذه هي مساحة المثلث، تعطي لكم هكذا 7. قوموا بالحساب ستقومون 7 سنتيمتر مكعب، لأنه حجم، لأنه ماذا؟ حجم. نكمل مع السؤال الذي جاء بعده، ماذا يقول السؤال؟ قال عين مركز سطح الكرة S الذي معادلته كالتالي. بكل بساطة هنا سنقوم بالشرح أمامكم، بكل بساطة نأتي إلى هذه المعادلة. كيف قلت؟ قلت بكل بساطة نجعل هكذا X
ناقص. هل يوجد هنا إكس في هذه الثلاثية؟ هذه الثلاثية لا يمكن أن نتكلم معها أبدا، لا يوجد. إذا نقول هكذا زائد إيجريك. هل يوجد؟ نعم، نقسمه على اثنان فقط، نقسم هذا العدد الذي في إيجريك على اثنان بالمحافظة على الإشارة، نقسمه على اثنان هكذا زائد زاد، نقسم هذه على اثنان كم؟ ناقص ثلاثة مربع يساوي R مربع. قاعدة هذه نكمل، يعني لاحظوا معي كيف أكمل. نقوم بالإكمال، لاحظوا جيدا أين ينعدم هذا؟ ينعدم هذا الذي بداخل الأقواس فقط عند الصفر، وهذا عند ماذا؟ عند ناقص واحد، وهذا عند ماذا؟ عند الثلاثة. هكذا المركز يخرج بطريقة بسيطة جدا. قلتنا إذا هنا لا يوجد عندكم الإكس ضعوا الصفر، نقوم بقسمة هذا على اثنان فقط، العدد فقط لا تبالوا إلى الإيجريك، ونقسم هذا على اثنان فقط. هذا لا نتكلم معه، هذا الزائد لا نتكلم معه، دي هذا الدي سنستخرج منه نصف القطر. لاحظوا كيف بقي لنا، بقي لنا نصف القطر. ها هو ماذا يقول نصف القطر؟ يقول ربعوا هذا زائد هذا زائد هذا، يعني بينهم زائد بالتربيع، يعني تعطي لكم صفر مربع زائد ناقص واحد مربع هو واحد، زائد مربع هذا هو تسعة، ناقص ماذا؟ ناقص R مربع، هكذا قاعدة، يساوي ماذا؟ يساوي لكم هذه الزيادة التي هي ماذا؟ ناقص 15. لو كانت لا توجد، يعني لا يوجد 15، ضعوا الصفر. قوموا بحل هذه المعادلة، كم تعطي لكم؟ 10 ناقص R كاري يساوي ناقص 15. سنرجع هذا العدد من هذه الجهة وهذا العدد من هذه الجهة، كم؟ تصبح 15 نرجع منه تعطينا 25 يساوي ماذا؟ R مربع، ومنه R كم يصبح يساوي؟ ما هو العدد الذي نضربه في نصف يعطي 25؟ هو 5. إذن ها هو أمامكم بكل بساطة. نأتي إلى السؤال الثامن، قال أحسب بعد، ها هو السؤال ربما هو لا يظهر، ها هو أمامكم. قال أحسب بعد أحسب بعد النقطة أوميغا عن المستوي ABC. كما تعلمون نفس الطريقة، بنفس الطريقة قمنا بحساب بعد النقطة، ها هو أمامكم، كذلك قلنا يساوينا فاصلة هذه في مركب آن اللي هو اثنان، وترتيبة هذه ها هي الترتيبة في هذا، وماذا؟ وزاد الراقم هذا في ماذا؟ في هذا، زائد دي، الدي هو عندكم من قبل هو ناقص واحد، وقمنا بالحساب فوجدنا هذه. احذروا المسافة دائما هذه تخرج عدد موجب، حتى ولو وجدتم ناقص خمسة بين بالقيمة المطلقة، على مثلا على جذر 14 إذا هذه تعطيكم خمسة. لاحظ وجدنا كم؟ وجدنا خمسة في جذر 14 على 14 بعد تنطيق المقام. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، لاحظوا كم وجدنا. قال السؤال الذي بعده، قال أعطي، انتبه، أعطي تمثيل وسيطي لمستقيم دالتا الذي يشمل النقطة أوميغا ويعامد المستوي ABC. تمثيل وسيطي، ننتبه فقط إلى هذا السؤال، عفوا، بماذا يعين مستوي مستقيم تمثيل وسيطي؟ بماذا يعين؟ يعين مستقيم بنقطة، النقطة هي ها هي أمامكم، وشعاع توجيه، ولكن لا يوجد شعاع التوجيه. شعاع التوجيه يعطي له، يعطيه إياه هو المستوي لأن يعامده. لاحظوا لو نقوم برسم هذا الشكل فقط، ها هو المستوي ABC، له شعاع هكذا، له شعاع ناظم اسمه، له شعاع ناظم يعني يشكل معه زاوية قائمة اسمه N. هو قال تمثيل وسيط المستقيم دالتا، ها هو مثلا دالتا الذي يعامد P، ها هو دالتا يعامد P ويشمل نقطة من الفضاء هي أوميغا. لاحظوا كيف أصبح هذا الشعاع بالنسبة إلى هذا المستقيم، أصبح شعاع توجيه له، شعاع التوجيه هو نفسه N.
هذه علاقة موجودة بين المستقيم والمستوي، لما يكون متعامدين سيعطي بعضهم البعض أشعة، إذا كان توجيه يعطي له المستوي يصبح ناظمي والعكس صحيح. إذن ومنه ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا مثلا نقطة أم هذه، يصبح هذا الشعاع نقطة أم، هذا الشعاع وهذا كيف مرتبطان خطيا. ما معنى مرتبطان خطيا؟ معنى هكذا، معنى أوميجا أم يساوي تي في أن، لأنه مرتبطان خطيا. أو كا، بعد الحساب قوموا بالتعويض أنتم ستجدون هذا هو التمثيل الوسيط. لماذا تصبح هكذا؟ لأن أوميجا أنتم عندكم إحداثيها قد استخرجناها من قبل، ها هي أمامكم، ها هي تصبح يعني ماذا؟ تصبح إكس ناقص صفر وإيكغيك زائد واحد وزد ناقص ثلاثة يساوي تي في أن، وأن هو عندكم، هو عندكم في التمرين، ها هو أمامكم ربما نسيناه، أن يساوي اثنان ناقص ثلاثة واحد، أن يساوي ناقص عفوا قلت اثنان ناقص ثلاثة واحد، اثنان ناقص ثلاثة واحد، وأكملوا الحساب سينتج مباشرة عندكم التمثيل الوسيطي كما هو مبين فيه، حيث تي هو عدد حقيقي وسيط. الآن عين معادلة، عين طبيعة وخصائص تقاطع المستوي ABC وسطح الكرة. لاحظوا أنا قمت الآن هنا، لاحظوا جيدا، سأقوم بعملية المحل حتى يتسلل لنا الشرح الجيد. دائما نستعمل الكراس والورقة، كراس وقلم لكتابة الأجوبة حتى تفهموا جيدا. لاحظوا قمنا بحساب بعد النقطة دي أوميجا عن المستوي ABC اللي هو هذا مركز سطح الكرة، وجدناه كم؟ لاحظوا قمنا بحسابه، وجدناه 5 في جذر 14 على 14. لاحظوا وجدناها 5 في جذر 14 على 14، هذه المسافة. ونصف القطر كم وجدناه لهذه سطح الكرة؟ هذا كم وجدناه؟ هذا وجدناه 5. وهذا البعد الذي قمنا بحسابه وجدناه كم؟ 5 في جذر 14 على 14. لو تلاحظون إلى هذه المسافة هي ماذا؟ هي أكبر من هذه المسافة. لاحظوا نعم هي أكبر منها. إذا كانت أكبر منها فأن المستوي هذا ABC يصبح يقطع هذا سطح الكرة الذي أشير إليه في دائرة، ها هي الدائرة التي أصبح يقطعها، هذه يقطعها وفق دائرة صفتها. الآن كيف يمكن لي أن أعين لها نصف القطر والمركز؟ لاحظوا جيدا، نصف القطر نستنتجه بنظرية فيثاغورس. لاحظوا هذا المثلث أمامكم كيف هو؟ هو قائم، وانتبهوا جيدا أنا أشرحه هنا. لاحظوا ماذا نقول؟ هذا الذي أشير إليه، هذا هو نصف قطر هذه الدائرة. ماذا يعطينا؟ R كبير هو هذا الوتر يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا D مربع زائد R مربع، حسب نظرية فيثاغورس هذا مربع يساوي هذا مربع زائد هذا مربع. وها هي أمامكم، ها هي أمامكم العملية، يخرج R، ها هي قمنا بتعويض هذه القيمة وهذه القيمة فوجدنا هذه هي القيمة. نأتي إلى المركز، المركز ما هو المركز؟ ننتبه جيدا، المركز مركزها هو ناتج عن ماذا؟ ها هو دلتا، هذا هو الدلتا الذي يشمل ماذا؟ أقول سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الفهم. لاحظوا فقط، لاحظوا هذه أسئلة شائعة أكثر إلى الشعب الرياضيات
وما أشبه ذلك. لاحظوا، ها هي دلتا، هذا دلتا يشمل ماذا؟ يشمل أوميجا، لأن قمنا بحسابها هو أمامكم، ويتقاطع مع المستوي A B C في نقطة نسميها ماذا؟ نسميها أوميجا فتحة. لو تلاحظون هي تقاطع ماذا؟ هذه النقطة ناتجة عن تقاطع، تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستوي، مع المستوي A B C. لإيجادها بكل بساطة نأتي بالتمثيل الوسيطي هذا، وتقاطع ماذا؟ مستوي A B C. A B C ما هي إحدى، ما هي معادلته؟ ها هي أمامكم، ها هي أمامكم للتذكير فقط، ها هي أمامكم، هي 2 إكس ناقص 3 إي زائد زد ناقص 1، 3 إكس 2 إكس ناقص 3 إي زائد زد ناقص 1 يساوي الصفر. ماذا نفعل؟ نأتي بهذه القيم هنا وأعوض كل قيمة بما يساوي هكذا، فيبقى المجهول ما هو؟ يبقى المجهول تي، ها هو التي تحصلنا عليه. الآن أين التي؟ التي سنقوم بتعويضه هنا ثم هنا ثم هنا. لما تقوم بتعويض تي ينتج إكس إيجراك زد، وها هي أمامكم. لاحظتم؟ عوضت إكس وإيجراك وزد في معادلة المستوي، فأصبحت المعادلة فيها مجهول هو تي. ثم لو لما تحصلنا على تي الذي هو ناقص 5 على 14 قمنا بتعويضه هنا، فتنتج مباشرة تلك الإحداثيات. هذه خطة لإيجاد نقطة تقاطع مستوي ومستقيم. نكمل مع باقي الأسئلة. قال 11 ليكن مستوي P أعطي لنا هذا، بين أن المستوي متعامدة. لاحظوا عندي ها هو مستوي وها هو مستوي، الأول هذا له شعاع ناظمي وهذا له شعاع ناظمي آخر نسميه مثلا أنفتح. لاحظوا ماذا يشكلين بينهم؟ يشكلين بينهم يعني هكذا منحاهم يعطينا ماذا؟ زاوية قائمة. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول معناه أنهما كذلك شعاع متعامد، يعني آن سلمي آن فتحة نجدهم يساوي الصفر. إذا وجدناهم يساوين الصفر فالمستويان متعامدان. إذا يكون مستويان متعامدان إذا كانت الأشعة بين أشعتهما متعامدة، يعني الجداء السلمي يساوي الصفر. ويكون مستويان متوازيان إذا كانت الأشعة متوازية، يعني مرتبطة خطية فقط. ها هو أمامكم، كم وجدنا؟ وجدنا صفر، لأن الشعاع الناظم لهذا هو لو سميناه آن فتحة هو واحد واحد واحد، قيم التي مضروبة في إكس وإيجراك وزد. ملاحظة فقط، لو كان عندكم مثلا هذا المستوي يساوي الصفر، هذا مستوي، ما هو شعاعه الناظمي؟ احذروا، شعاع الناظمي القيمة التي مضروبة في إكس هي واحد، وإيجراك لا يوجد وزد لا يوجد، هذه هي معادلة الشعاع الناظمي لهذا المستوي. احذروا، لو قال زد يساوي الصفر ما هو؟ آن يساوي الإكس لا يوجد، إيجراك لا يوجد، زد ما هو؟ مضروب في ماذا؟ في واحد، هذا هو الشعاع الناظمي. احذروا من ذلك. نأتي إلى سؤال، أعطي تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا فتحة تقاطع P و ABC. بما أنهما متعامدان هما ماذا؟ هما متقاطعان. إذا بما أنهما متعامدان هذا وهذا متعامدان يعني هكذا، فهما متقاطعان وفق ماذا؟ وفق مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة نقول نضع مثلا، نضع مثلا Y يساوي T، أو ضع Z يساوي T فقط. الآن مثلا قمنا بوضع مثلا Y يساوي T، ماذا تعطي لكم؟ 2X ناقص 3 T فتحة زائد Z ناقص 1 يساوي الصفر، وماذا؟ و X زائد T زائد Z ناقص 1 يساوي الصفر. الآن إيجاد ماذا؟ إيجاد إكس وزد بدلالة تي. ماذا الآن كيف أفعل؟ ما رأيكم بضرب هذه المعادلة مثلا في ماذا؟ في ناقص 1 حتى نتخلص من زد، ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا تعطي لكم، سأكتب هذه الأولى 2 إكس
ناقص 3 تي فتحة زائد زاد ناقص 1 يساوي الصفر. والثانية ماذا تصبح؟ تصبح ماذا؟ قل ضربة في تصبح ناقص إكس ناقص تي فتحة ناقص زاد زائد 1 يساوي الصفر. بالجمع هذا يذهب، ماذا تعطي لكم؟ إكس وهذا مع هذا ناقص 4 تي فتحة وهذا مع هذا صفر، يصبح إكس ماذا يساوي؟ ها هو أمامك، يصبح 4 تي فتحة. ها هو بقي لنا الزاد، نقوم بعملية التعويض. مثلا هذه القيمة مثلا هنا، عوضها مثلا هنا، عوضها هنا، يبقى ما هو المجهول؟ يبقى هو المجهول هو زاد. نستنتج أن هذا هو التمثيل الوسيطي بكل بساطة، لكن احذروا من هذه الحالات الخاصة، يوجد حالات خاصة صعبة أن تعين لها تقاطع. يعني لو أعطينا هذا المستوي إكس يساوي الصفر وإيجراد يساوي الصفر، هذا مستويان وهما متعامدان، لو تلاحظون لاحظوا هنا أن يساوي واحد صفر صفر، وهنا مثلا أن فتحة الذي هو صفر واحد صفر، لأن الإكس لا يوجد والإيجراد لا يوجد والزاد لا يوجد والإكس لاحظ هذا سلمي، هذا أن سلمي أن فتحة، هذا في هذا صفر زائد هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر، فهما متعامدان، يعني أن يعامد أن فتحة، فهما يتقاطعان وفق ماذا؟ مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة، تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما، لأنه هذا يعني مثل كمثل هذا وماذا؟ وهذا، ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما هذا، أو ربما هذا، هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا. المهم بكل بساطة لاحظوا إكس كم؟ صفر. وإجرك كم؟ صفر. إذن مباشرة نقول زاد يساوي تي، هذا هو التمثيل الوسيطي حيث تي ينتمي إلى R. إذن هذا هو الشعاع، هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هاتلك هذان المستويان، حيث شعاعه توجيه هو صفر، شعاع التوجيه اللي سميناه V، سميناه V، صفر صفر واحد. لو أعطانا مثلا إكس يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر، هما متعامدان، ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا، وإيجراج يساوي تي، هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عنهما. نكمل، نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال عين بعد النقطة، بعد النقطة عن المستوي، الأولى عن مستوي، هاي بعد النقطة عن المستوي تعلمون بالقاعدة. عندكم مستوي وعندكم كل شيء، أن المستوي ها هو المستوي بي، وهذه النقطة ماذا؟ دي. قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا، ثم استنتج المسافة بين ماذا؟ دي وماذا؟ ودلتا. استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم، لأن لا يوجد لنا قانون، يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي، أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد، تستنتج فقط. نتابع، لاحظوا وجدنا البعد هذا هو، ننتبه لاحظوا ها هو المستوي ABC وها هو المستوي B، ننتبه فقط هذه المسافة عندنا، هذه المسافة D عندنا وهذه D فتحة عندنا التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه D هي المسافة بين النقطة D والمستوي P، ها هي، وهذه المسافة ما هي؟ هي اللي سميناها D اثنان أو D فتحة، ما هي؟ هي بعد النقطة D عن ماذا؟ عن المستوي ABC، يصبح ما هو هذا المثلث؟ يصبح قائم، هذا المثلث كما أشرح يصبح قائم، تصبح ماذا؟ تصبح هذا البعد إذا سميناه D فتحة، هذا D فتحة يساوي لنا نسميه، إذا نسمي هذه دي واحد دي اثنان وهذه مثلا نسميها دي، تصبح دي مربع يساوي لنا دي واحد مربع زائد دي اثنين مربع، ونكمل. يعني لاحظوا هنا أنا أقوم بعملية الشرح، ها هي تخرج بنا تقريبا، ها هي بنظرية لأن المثلث قائم، نظرية فيثاغورس.
هي هذه المسافة، أكرر، هذه المسافة تساوي هذه مربع زائد هذه مربع، هاي مسافة مربع ومسافة مربع. عندنا ترجعون الفيديو تجدون المسافات كلاهما موجودتان، ها هي المسافة أمامكم بنظرية فيثاغورس، لأن المثلث قائم، ها هو قائم أمامكم. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قلنا ما هو السؤال؟ لاحظوا ها هو السؤال، ها هو السؤال، قال لي تكون النقطة ام تي فتحة، ام تي فتحة، ام تي فتحة، ام تي فتحة، ولو تعلمون انها هي التمثيل، هذه هي التمثيل وسيطي لمن؟ للمستقيم ماذا؟ دالتا فتحة. قال لك عبر عن المسافة دي ام تي، دي ام تي فتحة بدلالة تي، يعني نقول دي ام تي هذه مسافة ماذا تصبح تساوي لكم؟ بعد نقطتين تساوي هكذا اكس ناقص اكس تي، ناقص ماذا؟ ناقص إحداثية الدي، ها هي تصبح زائد أربعة مربع زائد إيكغيك تي بدل تي يعني ناقص اثنان مربع زائد زد تي ناقص واحد مربع. إلا أنه ننتبه جيدا، نرجع إلى التمثيل الوسيطي، ننتبه، ها هو التمثيل الوسيطي المستقيم دي فتحة، ها هو أمامكم، هو أربعة تي مربع وأربعة تي فتحة وتي فتحة وواحد ناقص أربعة خمسة تي، تي فتحة. لاحظوا جيدا هكذا. نأتي بماذا؟ هذه قلنا إكس تساوي وإيكغيك تساوي وزد تساوي، هذه التمثيل الوسيطي لمن؟ ها هي أمامكم، إكس تساوي أربعة تي وإيكغيك يساوي تي فتحة بالآخر وزد يساوي لنا كم؟ ناقص خمسة تي فتحة. قمنا بماذا؟ بتعويض هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان، ماذا يبقى لنا بالداخل؟ بالداخل المجهول هو تي فتحة، وقمنا هنا، هاي عوضت هنا وعوضت هنا وعوضت هنا كما أريكم، وقمت بعملية جداءات شهيرة، قمت بعملية النشر، فتحصلت في الأخير على هذا هو السؤال، قال أم دي أم تي بدلالة تي فتحة، هاي بدلالة تي فتحة. الآن ثم السؤال الذي جاء قال أدرس اتجاه التغير. لو تلاحظون إلى هذه العبارة أصبحت عبارة عن دالة متغير وهو التي فتحة. دراسة تغيراتها يعني المشتقة، كما تعلمون أن مشتق دالة الجذرية يعني هذه التي تكتب هكذا مشتقها كم؟ هو F فتحة على اثنان جذر F، يعني مشتق ما بداخل الجذر على اثنان في الدالة مباشرة. نشتق هذه التي بالداخل كم؟ تعطي لنا ماذا؟ تعطينا 84، نعم تعطينا 84 تي فتحة زائد 28 وتي يذهب فتحة والعشرون تذهب على اثنان في جذر نفس الدالة. نعود نكتبها، اثنان أربعة 42 تي فتحة زائد 28 تي زائد 20. سنختزل، لاحظوا سنقوم بعملية الاختزال هنا وهنا، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم كما تلاحظون هنا، ها هي المقام موجب أنه جذر. نأتي إلى البسط، بسط وش من درجة؟ بأي درجة؟ هو من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى يعني نجعلها معادلة صفرية فقط، يعني تصبح هكذا، تصبح 42 تي فتحة زائد 14 يساوي الصفر، 42 تي فتحة يساوي لنا ناقص 14، ومنه تي فتحة يساوي لنا ناقص 14 على 42 تي فتحة يساوي لنا ماذا؟ هنا لو نقسم على 3 تعطينا ناقص 1 على ماذا؟ على 3،
لاحظ ناقص واحد على ثلاثة. الآن نجعل جدول إشارة، جدول إشارة فقط. ها هي 42 تي فتحة ناقص زائد 14 تنعدم عند ناقص واحد على ثلاثة، معادلة من الدرجة الأولى هنا هكذا، من هنا عكس ومن هنا ماذا؟ نفس. لاحظوا لو نأتي إلى وضع F يعني نكمل هكذا، تصبح هكذا وهكذا، هنا تي فتحة لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا ماذا تصبح لكم؟ تصبح F. لماذا؟ لناقص واحد على ثلاثة، لأن قلت هذه من الدرجة الأولى. لاحظوا جيدا، لهذا ها هو يتكلم، هنا متناقصة وهنا متزايدة. نستنتج، قال السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا قال استنتج بطريقة ثانية المسافة بين دي ودالتا فتحة. ما هي المسافة؟ بكل بساطة هي القيمة الحدية الصغرى، هي هذه، هي القيمة الحدية الصغرى، هذه القيمة هي التي تمثل لنا، هذه القيمة هي التي تمثل لنا بعد نقطة عن مستقيم. وها قمنا بالحساب هنا كما تلاحظون، قمنا بالتعويض في الدالة، يعني قمنا بالتعويض في هذا المكان كما أشير هنا، قمنا بالتعويض في هذه الدالة بماذا؟ بناقص واحد على ثلاثة. لاحظوا ماذا وجدنا؟ وجدنا نفس المسافة التي وجدناها بالطريقة الأولى، ها هي أمامكم، ها هي أمامكم مكرر. إذن هنا بعبارة بالدالة. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال أدرس الوضع النسبي لمستقيمان دالتا ودالتا فتحة. دالتا وماذا؟ ودالتا فتحة. لدراسة الوضع النسبي لمستويان، لاحظوا جيدا، لدراسة الوضع النسبي لمستويان، أولا يجب على المستقيمين، على المستقيمين أن لا يكونا متوازيان. إذا كان متوازيان، لاحظوا إذا كان متوازيان مباشرة نقول، لأن التمثيل الوسيطي لكل مستقيم هو هذا، هو إكس يساوينا اثنان تي و إيكغراك، و إيكغراك يساوينا ناقص واحد ناقص ثلاثة تي، و زاد نبحث عليه في المعادلة الأخرى. لاحظوا ها هو، والمستوي الذي قبله كذلك. إذن حتى نكمل، يعني نحل هذه الجملة، وجدنا تي وتي فتحة، لاحظوا جيدا وجدنا تي وتي فتحة، لما قمنا بتعويض هذه هنا وهذه هنا لم نجد أنهما نفس النقطة، يعني لم نجد نفس النقطة، ها هي أمامك، لم نجد نفس النقطة. الاختلاف أين يحدث؟ لاحظوا لو تلاحظون الاختلاف أين، لاحظوا إلى الاختلاف هو بين هذه وهذه وهذه وهذه، لا لا الاختلاف كان، عفوا الاختلاف كان هنا في الزاد، ومنه ليس لا ينتمين إلى نفس المستوى. أما إذا يكون من نفس المستوى، إذا كانت كل الإحداثيات هذه وهذه متساويتان فنقول عليهم أنهم من نفس المستوى فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال لاحظوا أعطي المعادلة الديكارتية للمستوي المحوري أم أن، حيث أعطوا لكم إحداثيات الأم والآن. لاحظوا ها هي أم وها هي أن، قال هو المستوي المحوري يعني يمر هنا من المنتصف ويكون عمودي. لو تلاحظون جيدا يعين مستوي بماذا؟ بنقطة هي المركز، هي المنتصف، والشعاع ناظمي هو هذا في نفسه، يصبح شعاع ناظمي. لاحظوا لاحظوا إنه شعاع ناظمي، ها هو أمامكم، ها هو أمامكم. إذن لاحظوا ماذا قلت، ها هو الشعاع الناظمي أم أن، والمنتصف ها هو. تعرفون قاعدة المنتصف هي الفاصلة هذه زائد فاصلة هذه على اثنان،
وترتيبة هذه ترتيبة هذه على اثنان وزاد هذه على زاد هذه على اثنان تعطي لكم نقطة اش. إذن وبعدها بعد التعويض سنقوم باستخراج هذه هي معادلة المستوي كي. إذن بكل بساطة أوكا مباشرة سنكمل. لاحظوا جيدا السؤال الذي جاء بعدها قال عين تقاطع المستويات الثلاثة بي أوكا وأبي سي بكل بساطة. لاحظوا عندنا المستوي ك مع المستقيم دلتا فتحة يحدث بينهم أن استخرجنا بينهما نقطة. إذن كيف؟ بنفس الطريقة قمنا بأتيان معادلة التمثيل الوسيطي بدلالة تي فتحة وقمنا بتعويضه في هذا المكان في المستوي في المستوي الذي تحصلنا عليه الآن. ها هو أمامكم. قمنا بأتيان التمثيل الوسيطي ووضعناه هنا فتحصلنا على ماذا؟ تحصلنا على تي كم؟ صفر. وبعدها قمنا بتعويضه في ماذا؟ في التمثيل الوسيطي فتحصلنا على النقطة. ما هي؟ نقطة H. لما تحصلنا على النقطة H وها هو التمثيل الوسيطي أمامكم لدالتا فتحة وها هو المستوي كي أمامكم. قمت يعني بتعويض هكذا فتحصلت على تي فتحة هي الصفر ثم أتيت وعوضتها هنا فخرجت هذه النقطة مباشرة. الآن نكمل تعيين نقاط التقاطع الثلاثة. إذن تحصلنا على النقطة هذه آش نكمل. إذن أصبحت النقطة الأخيرة التي تنتج عليهم هي النقطة لأن P و ABC يعطى لنا ماذا؟ دالتا فتحة. الآن دالتا فتحة تقاطع مع Q. استخرجنا قيمة T وعوضناها في معادلة المستوي كي فتحة كي فاستخرجنا بهذه النقطة مباشرة. نأتي إلى السؤال عين إحداثيات النقطتين جي وجي فتحة اللي هي المرجح. أولا لاحظوا هذا ليس مرجح مركز ثقل. مركز الثقل كملاحظة دائما هو المعاملات هي A واحد وB واحد وC واحد. هذه من خصائص مركز الثقل. إذا كان أربع نقاط واحد واحد واحد، إذا كان ثلاثة واحد واحد، إذا كان اثنان واحد واحد. كلمة ماذا؟ مركز الثقل هو المرجح ذو المعاملات واحد واحد واحد. وتعلمون قاعدة المرجح فاصلة النقطة في المعامل المعامل هو واحد والترتيب وفاصلة النقطة على مجموع المعاملات هو الثلاثة. ها هي أعطت لكم كما قوموا بالتعويض. ها هم الإحداثيات أمامكم الآن. نعم الإحداثيات A و B و C عوضوهم هنا ستجدون هذه النقطة. أما الثانية التي هي لاحظوا جيدا سأقوم بتوضيح التمرين. أما النقطة G فتحة ها هي النقطة G فتحة عدد المعاملات كم؟ ثلاثة ناقص واحد زائد واحد كم؟ ثلاثة. يصبح ماذا؟ فاصلة النقطة A في معاملها زائد فاصلة النقطة B في معاملها زائد نقطة C في معاملها على جميع المعاملات هو الثلاثة. ها هو أمامكم مشروع وها هي النقطة G فتحة بكل بساطة. نأتي إلى تعيين مجموعة النقاط. عين مجموعة النقاط في كل حالة. لاحظوا هنا كم معامل هذه وهذه وهذه. لو تلاحظون إنه واحد وواحد وواحد. ما هو؟ إذن هذه واحد وواحد وواحد شرحتها من قبل. قلت هكذا A واحد B واحد و C واحد. هذه الجملة مثقلة. ما هو مرجحها؟ هو G. إذن كم نتحصل؟ نتحصل على ثلاثة هنا ثلاثة أم جي يساوي ماذا؟ يساوي ستة. لماذا لو تدخلون لاحظوا لو نقوم بإدخال هنا النقطة جي إذن هذه الجملة مرجحها هو جي تصبح أم جي زائد جي أ زائد أم جي زائد جي بي زائد أم جي زائد جي سي يساوي أم جي أم جي أم جي تعطينا ثلاثة أم جي زائد جي أ
زائد جي بي زائد جي سي. هذه تعطي لكم الشعاع المعدوم لأنه جي مرجح. إذا هذا يذهب، هذه الزيادة تذهب، ماذا بيبقى؟ يبقى لنا هذا، هذا هو اللي قمنا بتعويضه هنا. وبما أنها طول يعني يذهب الطاولة وتذهب كل شيء، ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم هكذا، يبقى لكم 3 ام جي لأنه طول يساوي 6، يصبح ام جي يساوينا ماذا؟ يساوينا 2. هذا هذا ثابت وهذا ثابت وهذه متحركة. مباشرة لما يكون عندكم هكذا يساوي ثابت ام في جهة واحدة، يعني ام هنا فقط ليس في هذه الاتجاه في هذا الجهة، اعلموا انه مباشرة سطح كرة مركزه النقطة الثابتة. ما هي النقطة الثابتة التي عندكم هنا؟ النقطة الثابتة، لاحظوا ما هي النقطة الثابتة، اكرر النقطة الثابتة هي جي، ونصف القطر ما هو؟ هو هذا العدد. اذا هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. لو كانت هنا عندكم تساوينا ام جي تساوينا ا بي، لكن ا بي لو تحسبونه في الاخير ستجدونه عدد، معناه مثلا مثل 5، تصبح ام جي تساوي 5. هذا كذلك سطح كره مركزها جي ونصف قطرها ا بي فقط. نكمل مع السؤال الاخر، تابعوا جيدا، لاحظوا واحد معامل واحد معامل واحد معامل واحد، لاحظوا معامل 3 وناقص 1 وواحد. هذه الجملة كم هو مرجحها؟ هو جي، وهذه هي جي فتحة. ماذا تصبح لديكم؟ لاحظوا بعد ذهاب كل الأشعة، ذهاب كل الأشعة تعطيكم 3 أم جي يساوي لنا 3 أم جي فتحة، يصبح لنا أم جي يساوي لنا أم جي فتحة. مباشرة لو تلاحظون أنها مسافة تساوي مسافة، يعني هكذا جي وجي فتحة. أم أين تكون؟ تكون في هذا المكان، أو يمكن أن تكون في هذا المكان كذلك، أو يمكن أن تكون في هذا المكان، أو يكون في هذا المكان. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة فقط. الآن نعطي نأتي إلى السؤال الآخر لهذه الحالة، أم أ زائد أم بي زائد أم سي، أكيد تعرفون أنها تعطي لكم 3 أم جي 3 أم جي. أما الآن هذه الجملة لا تقبل مرجح، لماذا؟ لو تنتبهوا معي، المعامل 2 وناقص 1 وناقص 1، شوفوا لاحظ تعطيكم 0، فالجملة لا تقبل مرجح. هذه الجملة التي من هذا الطرف تقبل مرجح، أعطتنا 3 أم جي، أما هذه لا تقبل مرجح، إلا أنه لاحظوا ماذا نفعل؟ سنقسمها، سنقسم هذه إلى طرفين. لاحظوا مثلا لو نأتي إلى هذه الجملة، لاحظوا إلى هذه وهذه، ونجعل بينهما مثلا مرجح هو F، فماذا تصبح لكم؟ تصبح 2 أم ماذا؟ أم F، لا ام اف، عفوا تعطي لكم ام اف، ام اف ناقص ام سي. لو ناتي الى هذا ماذا يعطي لكم؟ الان تابعوا، يعني ساقوم بعمليه الشرح هنا، لاحظ هنا تعطي لنا هذا، الا انه اعطت لنا ا بي زائد ا سي، ا بي زائد ا سي، ها هي ا بي، أشرح هناك كي تفهموا كثيرا، أ بي زائد أم سي، أ سي يعطي لكم هذا الشعاع المركبة، هذا زائد هذا يعطي لكم المركبة هذه، يصبح ماذا؟ يساوي أ أو، ولكن أو لا يوجد عندي إحداثيها، أ أو ما هي أ أو؟ أ أو هي هي مرتان من أ إف، تصبح أم جي يساوي لنا 2 على 3 أ إف، لاحظوا بما أن الرباعي أ بي A, B, E, C متوازي أضلاع، فإن F هي نقطة تقاطع A و B, C، أي هي منتصف B, C. منتصف B, C سنقوم بإحداثية، تعرفون كيفية استخراج إحداثية منتصف، هذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا، تعطي لكم نقطة F، تصبح سنقوم بحساب الطول AF، ها هو الطول AF، إذا تعطي لكم MG يساوي جذر 3، وهذه ما هي؟ هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 3.
تابعوا فقط، ستلاحظون كيف أقوم بالعمل. نأتي إلى هذا السؤال كذلك، لو تلاحظون هذه جي وهذه ماذا؟ جي فتحة. ماذا نتحصل؟ ثلاثة أم جي شعاعيا سلميا، ها هي السلمي في ثلاثة أم جي فتحة يساوي الصفر، تصبح تسعة أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. هل تسعة يساوي الصفر؟ لا يمكن أن تسعة يساوي الصفر، تصبح أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. لو تلاحظون إلى هذه، شوفوا لاحظوا، لو نأتي بإحداثيات هذه الأم هي إكس، وهذه هي إكس، إكس في إكس، إكس مربع، وإجراج، إجراج في إجراج، إجراج مربع، وزاد في زاد، هي زاد مربع. لو تلاحظون هذه الثلاثية الإكس مربع وإجراج مربع وزاد مربع هي ماذا؟ هي سطح كرة، هي سطح كرة قطرها جي فتحة بكل بساطة، حيث جي عندكم إحداثيات وجي فتحة عندكم إحداثيات. نكمل مع السؤال الآخر، ثلاثة أم جي أم أ كذلك نفس الشيء، لاحظوا جيدا، هذه لو تلاحظون هي جي فتحة هي المرجح، أما هذه لاحظ سألعب بها أ هكذا ناقص أم بي، ما رأيكم بماذا؟ بقلب هذا الشعاع، أصبح ناقص أ أم ناقص أم بي، قلبت هذا فقط، نستخرج الناقص، أصبح أ أم زائد أم بي حسب علاقة شارل، تصبح ماذا؟ أ بي، تصبح ناقص أ بي، وناقص أ بي ما هو؟ هو أ بي أ، لهذا لاحظوا هنا نتحصل على، لاحظوا ماذا تحصلنا هنا، هذه تعطي لكم ثلاثة أم جي فتحة، وهذه بي أ التي تحصلت عليها، هذه ماذا؟ بما أن الثلاثة لا تساوي صفر فإنها هكذا، وهذه ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا لو نعوض، لاحظوا فقط، لاحظوا كيف هكذا أبي أو بي أي يساوي صفر لأن ذهب كل شيء. إحداثيات هذه إكس وإيجراج وزاد، وهنا أعداد، لاحظوا مثلا ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة مثلا في شعاع أبي مثلا خمسة مثلا ستة أربعة تساوي الصفر، لو تنشرون هل تتحصل على معادلة سطح كرة؟ لا، لأن الإكس مربع لا يوجد، هذه مستوي مباشرة، مستوي الذي يشمل النقطة الثابتة هذه، وهذا AB شعاع ناظم له فقط. نأتي إلى الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة لاحظ، لو تلاحظون المعاملة واحد 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 يصبح جي هو المرجح إلا أنه مربع، كيف فعلنا؟ لاحظوا جيدا، قمنا قلنا مربع هذا، ها هي مربع لأنه طول، وهذا كذلك طول، هذا كذلك طول، وهذا كذلك طول، قال كيف تحولت من الشعاع إلى لا، هذا ليس جداء شعاع إنما جداء سلمي، والجداء سلمي وطول، هكذا وهكذا وهكذا. ما رأيكم أن ندخل الجي مرجح، لأن قلنا جي هو المرجح، ندخله في كل علاقة هنا وهنا وهنا مع محافظة على، يعني هكذا أم أم أ مربع يساوي ماذا؟ ندخل الجي هنا في الوسط لأنه مرجح، يصبح أم جي زائد جي أ هكذا مربع، وهذا جدء شهير نقوم بنشره، يصبح أم جي مربع زائد جي أ مربع زائد اثنان أم جي سلمي جي جي أ، يعني بهذه قمنا النشر، لاحظوا قمنا كذلك إدخال هنا وهنا وهنا تعطي 30، قمنا بعملية النشر، لاحظوا النشر، ثم استخرجنا أنه لو أنشروا تجدون 3 أم جي مربع، وهنا جي أ مربع وجي بي مربع وجي سي مربع، يبقى لكم هنا استخرجوا ماذا؟ استخرجوا 2 أم جي، أنشروا واستخرجوا 2 أم جي على المشترك، لاحظوا يبقى لكم هذا هذا هذا، ما هو؟ بما أن جي مرجح يعطيكم الشعاع المعدوم، إذن هذه كلها تذهب إلى الصفر، يبقى لكم إلا هذه تساوي هذا، هذه ماذا قلنا؟ ننقلهم كلهم، هذه ننقلهم إلى الأطراف الأخرى، شوفوا لاحظوا ماذا أصبح لديكم، سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الرؤية الواضحة.
انقلنا. سنحسب الأطوال هذه، وهذا يحسب كطول. لاحظوا حسبنا الطول هذا، وحسبنا كذلك هذا الطول، وحسبنا كذلك، وعوضناهم، وجدنا 3 أمجي مربع يساوينا ماذا؟ يساوينا 12. أصبح أمجي مربع يساوينا 12 على 3، إذا أمجي مربع يساوي 4، نربع، إذا أمجي يساوي جذر 4، أصبح أمجي يساوي كم؟ يساوينا 2. ما هي هذه؟ ثابت، وهذا ثابت، سطح كرة، مركزها جي، ونصف قطرها 2، إذا هذه تعطي لكم سطح كرة، مركزها ماذا؟ مركزها جي، مركزها جي، ونصف قطر تاعها كم؟ 2 فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وجزاكم الله خيرا، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو. شكرا.